على فكرة ودي عقوبة، وانت عارف انك موقوف كده تدي الجنش 5 مليون جنيه وبس هتقول امشي ازاي؟ وصبحي صبحي مستقبل مصر في كرة القدم تقول له مش عارف 20 مليون ولا يبقى فاضل 12 ويدفعوا، وبقول له فيوتشر بلاش نادي الزمالك، مش شوبير ده نائب رئيس النادي، بلاش نادي الزمالك عشان عندي كلام كتير كتير جدا، وقانون الفيفا بيمنع اللي حصل ده، مش بيمنع عشان اللاعب، بيمنع عشان النادي، فبلاش تلعبوا معانا اللعبه دي. عمر كمال عبد الواحد؟ لا ما تروحش، ما هو عمر كمال عبد الواحد لو ما جاش النادي هيتقفل لانك بتمثل حزب سياسي وده ممنوع. خلينا ساكتين خلينا ساكتين، انت بتمثل حزب سياسي باحترامي ليه والناس اللي موجودين فيه، بس الحزب السياسي ده يسيب متحرش في مجلس الاداره مره مع المغربيه ومره مش هيسيب. ان عدتم عدنا، فبلاش تلعبوا على دماغ العيال بلاش. ولا عمر كمال عبد الواحد انت لاعب ممتاز ويشرفنا تكون موجود في نادي الزمالك، وبقول للاخوه بتوع فيوتشر وفيهم ناس كتير اصحابه بلاش مع الزمالك عشان تاني بقول ده بيمثل حزب سياسي، الكوره مالهاش علاقه بالسياسه. من فضلكم سيبوا لعبتنا اللي بترجع لينا، عندنا اسامه فيصل وعندنا مين تاني غير اسامه تاني حسين فيصل واسامه فيصل واحد منهم بيطلع على منطقه واحد من الشرقيه وجنش صبح رجع خلاص قاسي محمد عيد رجع احمد عيد بصوا يا جماعه،